اليوم أرحب بالزملاء في المناظر الإعلامية الوطنية والجهوية بجهة الرباط سلاق نطرة، والمناظر الوطنية مباشرة من مدينة تمس. مدينة تمس اليوم اللي كتعرف ولادة واحد المولود لطالما راود يعني حلم التأسيس ديالو بعمالة صغيرة صغيرة، بحكم أنه العديد من الزملاء، العديد من الأقلام اللي بسمات بسمة مشرفة على الصعيد الوطني، وكان لي الشرف الاشتغال مع هاد الزملاء لطيلة سنوات، وزملاء اللي التحقوا بعمالة صغيرة تمارة ولا بمدينة الرباط ولكن كنشطوا على الصعيد الوطني. اليوم حنا كنجنا تحضيرية لجمعية الصحفيين والإعلاميين المهنيين بالرباط على مستوى الجهة، سعداء أنه هذا المولود المهني الجديد كيضم العديد من الأسماء، وانتم كتعرفوا الفترة ديال اللي كيمر منها المغرب والعالم ديال الجائحة، وبحكم الإجراءات الاحترازية العديد من الزملاء اللي حاضرين الآن كيتملوا هذه المبادرة، ومعنا زملاء وحدين اخرين من منابر إعلامية إلكترونية، من قنوات تلفزية، من جرائد وطنية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. إن شاء الله هذا المولود المهني للاسم دياله جمعية الصحفيين والإعلاميين المهنيين بالرباط اللي كيضم أسماء تنشطوا إعلاميين على الصعيد الوطني وتقطنوا بعمالة صخيرة تمارة والرباط والصخيرات ومصر الخير والسالة، أكيد أن هذا المولود هو مفتوح وجه الجميع. الانطلاقة دياله من المدينة الجديدة، المدينة الجديدة ديال تمسنا اللي كتحظى بواحد الرعاية ملكية سامية ولها مكانة خاصة في الجهة. حنا يعني كمولود جديد غادي نحاولوا إن شاء الله من جانبنا ومن زاويتنا أن نساهموا في التنمية الجهوية بالرباط، عمالة صخيرة تمارة، العديد من المدن الوطنية، كل واحد من الجانب ديالو، كل واحد من المنبر ديالو. الجمعية إن شاء الله هي منبر ومولود مفتوح في وجه الجميع، ولا تفوتني فرصة أن أشكر إخواني وزملائي بالجمعية باللجنة التحضيرية الأستاذ القيدوم حفيظ بن كميل، الأستاذ حسن الغوتي، الأستاذ بدر إيتم بارك، الأستاذ جواد من قرطوع، الأستاذ مصلوحي، على المجهود الجبار، والأخ أحمد الواقفي الزميل أحمد الواقفي على المجهود الجبار اللي بدلوه باش يخرج هذا المولود لأرض الوجود، وعلى الحس الوطني اللي لمستو بهذا الزملاء، وعلى يعني الهم الكبير اللي هزينو سواء من الجانب الإعلامي يعني كقطاع يعني كمجال ديال الإعلام ديال الصحافة المكتوبة والمرئية، والهم الوطني ديال الجائحة وديال كورونا والأحداث اللي عرفتها مؤخرا المنطقة ديال القرقارات، وهي فرصة أنه باسمي وباسم جميع الزملاء كنوجهو تحية كبيرة للقوات المرابطة، القوات المسلحة الملكية، وجميع الإخواننا في الصحراء المغربية، وإن شاء الله حتى احنا كمولود غنساهموا من جانبنا في هذه القضية الوطنية، وحنا راح جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأترك الكلمة للزميل حسن الغوتي اللي غادي يتحدث لكم
على التجربه وغادي يعطينا الاهداف ديال الجمعيه اللي كنتمنوا انكم تدعمونا وتشجعونا. وكنرحبوا بجميع الاقلام الجاده والهادفه وجميع المهنيين اللي من برا مفتوح. احنا اسره واحده غادي نكونوا ان شاء الله عند حسن الظن. كنتمنوا انه المولود يزيد يتعزز بالعديد من الوجوه اللي تساهم من جانبها في المسار والمسيره الجمعويه المهنيه ديال جمعيه الصحفيين والاعلاميين المهنيين بالرباط. شكرا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على محمد النبي الامي الذي اعطاه الله لهدايه خلقه. اولا وبادئ ذي بدء نود ان نشكر اولا كل من ساهم في تفكير وخلق مشروع، والان مشروع تاسيس جمعيه سيكون ان شاء الله هذا مشروع اسم سيكون اسمها جمعيه الصحفيين والاعلاميين المهنيين. لذا اختارنا كلمه بالجهه ولم نحدد اي جهه. اولا في ظل العشوائيه والاختلاط الحابل بالنابل في الميدان الصحفي والمجال الصحفي على المستوى كل جهات المملكه، بحيث اننا بدانا نلاحظ ونشاهد يعني الفيسبوك يتحول الى صحفي، وال يعني اي شخص مهن او جميع المهن اختلطت بهذه المهنه ولدواعي تنقيه ومعالجه هذا الفضاء الصحفي المهني الشريف. ارتئينا كمجموعه من الصحفيين على مستوى الجهه للتفكير في خلق مولود اسمه نختار له من الاسم، وميزناه باسم الصحفيين والاعلاميين المهنيين واساطير المهنيين بالجهه. لماذا لم نذكر اسم الجهه؟ في ظل الجهويه المتقدمه التي يسعى المغرب الى كسب رهانها المتقدمه جدا، اختارنا اسم الجهه، وهذا معنى ورمز الى جميع الجهات، جهات المملكه المغربيه السعيده من طنجه الى الكويره. الباب مفتوح لجميع الصحفيين المهنيين والاعلاميين على طول تراب المملكه. وعندما نقولنا الجهه يعني جميع الجهات ديال تبع المملكه المغربيه السعيده. اهداف هذا المولود كتشمل هي شمل الصحفيين المتخصصين في ما هو جهوي ومحلي ووطني ودولي. كنت دائما تحت هذا اللواء، ثم الحرص على تمتين اواصر الزماله والصداقه والتلاحم بين جميع الاعلاميين والصحفيين المغاربه. الدفاع عن المصالح المعنويه والمهنيه لاعضاء هذا المولود المنخرطين، وكذا حمايتهم اثناء مزاوله مهنتهم مع احترام المهنيه واحترام اخلاقيه المهنه بطبيعه الحال. تنميه روح التعاون والتعاضد بين اعضائها وبين الصحفيين في العالم اجمع والاسهام في تكوينهم الميداني. كذلك الحصول على تسهيلات من طرف السلطات العموميه في اللقاءات الوطنيه والدوليه الكبرى لتمكين الصحفيين من اداء مهمتهم في احسن الظروف واحسن الظروف المؤتته للفضاء الصحفي. اقامه العلاقات الوديه والمهنيه مع الهيئات الوطنيه والجمعيات الدوليه للصحافه والاتحادات القاريه والاقليميه للصحافه كذلك المهنيه والاعلاميه. احترام نطاق الشرف واخلاقيه المهنه الذي تنص عليه مدونه الصحافه، وينص عليه كذلك المجلس الوطني للصحافه يعني في احترام تام لاخلاقيه المهنه وتخليق هذا الفضاء. نتمنى من هذا المولود ونتمنى الزملاء المشكورين في اعضاء اللجنه التحضيريه انه بعد ما اختارنا الاسم وغادي يكون مشروع غادي يتداول ويتداول مشروع القانون الاساسي غنتداولوا عليه وغنناقشوه، ما يمكن ان نضيف له سنضيفه وما يمكن ان نزيله نزيله. ان شاء الله في ظل هذا كما قال الاخ الرحيوي عبد الله في المداخله ديالو عن انه هذا يعني اللغط اللي خصوم المملكه المغربيه يطبلون وراء اعلام مشبوه واعلام مزور واعلام مزيف، اليوم حنا ارتئينا نخلقوا بحال هذا المولود، وغتكون ان شاء الله
أول رحلة لهذا المولود إن شاء الله بإذن الله، أول رحلة ستكون إلى منطقة القرقرات لتغطية يعني رسم ووقوف على الإنجازات التي أنجزت القوات المسلحة الملكية تحت الرعاية وتحت إشراف صاحب الجلالة نصره الله. الرحمن الرحيم، صباح سعيد الإخوة الحضور اللي حاضرين معنا، تحية الإخوان اللي حاضرين معنا عن بعد اللي كيتبعوا هاد الجلسات ديال هاد الجمع. أحيي الإخوة اللي ناضلوا وساهموا في الميلاد أو لا يعني قاموا بمجهودات من أجل تكوين هاد اللجنة التحضيرية ديال هاد الجمعية. بداية باسم اللجنة التحضيرية نشكر الناس ديال المقهى الثقافي بتمسنا على الاستضافة ديالهم والفتح هذا الفضاء، الفضاء الجيد اللي كيتعتبر من الفضاءات يعني على المستوى العمالة، فضاء مميز يعني يستحق أن تنظم فيه مجموعة من الملتقيات والجموع العامة. كما لا تفوتني المناسبة باسم اللجنة التحضيرية أن أشكر سلطات مدينة تمسنا من السيد الباشا إلى جميع الإخوة من العوام على هذه المبادرة، واختيار ديالنا لهذا المكان هذا هو اختيار جاء عن قصد، لأنه بعض الإخوان اللي ركموا تجارب واللي رأى بعضهم ما حضرش معنا، كان قصدنا أننا نجيب هذه المنطقة من أجل باش نبينوا بأنها منطقة يعني تهي عادي تكون عندها أماكن ديالها وتهي عادي تكون عندها مؤسسات جمعيات اللي غتفرض النفس ديالها على المستوى الوطني. لابد ايضا ان نحيي جميع الصحفيين اللي تقبلوا هذه الفكره، لانه في هذا الوقت هناك مجموعه من الجمعيات كما قال السي حسن الغوتي، الهدف ماشي هو تكوين جمعيه، الهدف ماشي هو اننا نديروا واحد تجمع، الهدف ديالنا هو نخدموا المهنه ونفتحوا المجال لأي واحد بغى يجي لهذه الجمعية مرحبا، لأننا يعني مساندين بصحفيين عندهم تجارب وصحفيين يقطنون أكثر بهذه الجهة، سورتو بعمالة صغيرة التمارة واللي باغيين يجمعوا اللمة ديال هاد الإعلاميين ويتكون واحد المجال وواحد الفضاء اللي جميعا نجتمعوا فيه ونشاركوا ونساعدوا بعضياتنا، وتبقى الأهم في هادشي كامل هو خدمة هاد المهنة في ظل ما يجري على المستوى الوطني من تنظيم وتقنين هاد المجال. بعد تقديم فروض الطاعة والولاء تتشرف جمعية الصحفيين والمهنيين والإعلاميين بالجهة بعد انتهاء جمعية التأسيسي بأن ترفعها إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس آيات الولاء والإخلاص والوفاء، مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأذاب العرش العلوي المجيد. حفظكم الله يا مولاي وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. خادم الأعتاب الشريفة حسن الغوطي، رئيس جمعية الصحفيين المهنيين والإعلاميين بالجهة.